يلا يا دكتور بعرفك على اول لحام في الاسلام. أيوة. الاستاذ عنان الصباح. أيوة. اسلم سنه 1980 ميلادي. واليوم الحمد لله صار وقبلها ما كان في لحم. طيب ما كانش قبل 1980 بعديها صارت صار في لحم يعني. اليوم من اشهر اللحوم الموجوده في القدس، بس تقول عنان الصباح بربطوها باللحم النظيفه الا اللي تبعت اسامه الشريف. طيب يلا ممتاز، ناخذ من عنده لحمه ويا ريته بياخذ حل لح الناس اللي تشتكي. دكتور سجلها، اكثر من 5-6 سنين باخذ لحمه من عنده برضاش ياخذ حقه من زيت لحمه ببلاش للدار. بس يلا يا علا تعالوا نستقبلكم خروف شيء هذا شغله عامله. يلا يلا عندي وين تفضل. هاي احنا في سوق خان الزيت. اول ايش؟ اول بياع معطرات في الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خير دكتور نورمان علي خلف. اهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل تفضل. فوق في الطور. في الطور. يلا هيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي تعرفنا على أول لحام في الإسلام.